ليش استقلت أسباب طويلة عريضة. بس هو اللي هلا عم تشوفوه هو خيانة الأمانة الصحفية، هو ضغوط على شيء ما كان صاير، هو ناس تنعطى مساحة طويلة من الحوار وناس ما بتنعطى مساحة هالقد من الحوار. يا سيدي ما بدها غرف مغلقة، الوش مكشوف على الآخر. يعني شو بدك انه انا شو مخبي ورا ظهري؟ طب ما انا هاي الوراق كلها هون عم طلعها على الهوا وعم بقصفك فيها يوميا، شو اللي بده يتخبى؟ على زمان هتلر كان مسؤول الدعايه تبعه يقول له اكذب ثم اكذب ثم اكذب، لابد ان يعلق شيء او حتى يصدق كالناس، لها روايتين. طب هذا اللي عم يصير، يعني هذا اللي عم يصير. حزيدك من الشعر بيت؟ لا يا سيدي، حتى لو ما نزلوا رح تنزل مجموعات مسلحه الى الشوارع، لانه المخطط انها تنزل، والمخطط انه الشراره اللي صارت اول يوم صارت وخلصت. بكره الصبح ما ينزل ولا واحد على الشارع من المعارضه الحقيقيه، الدم الفاير مثل ما بدك سميه. نحن دخلنا بدوره عنف يا نزار، يعني بصير يوم جمعه بيروح قتله، بيشيعوا القتلى فبيروح قتله اثناء التشييع، فبيرجعوا بيشيعوا القتلى، دخلنا بحلقه مفرغه من الدم.